أخبار الكرة والملاعب مشاهدينا نتابعها في هذه الوقفة الرياضية. مرة أخرى ننتقل زميلة ميرنا إيهاب والتفاصيل إليك ميرنا. شكرا لك ليلى ورجائي، والآن مشاهدينا جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. تستضيف مدينة العالمين الجديدة بطولة الكرة الطائرة الشاطئية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وذلك بتنسيق وتعاون مع الاتحاد الدولي، وتستمر البطولة حتى 26 من الشهر الجاري، وذلك في إطار دعم وجذب السياحة الرياضية واستضافة العديد من البطولات الرياضية. للمرة الأولى في مصر تنطلق بطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بتنسيق وتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة وسط أجواء تنظيمية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، خطوة كبيرة يمثلها تنظيم البطولة في دعم وجذب السياحة الرياضية واستضافة العديد من البطولات الرياضية القادمة. مصر مكان عظيم ان احنا نعمل فيه بطولات تانية، بطولات اكبر بمشاركات اكتر بناس اكتر. عندنا بطولة ناجحة 42 فريق من 32 دولة للسيدات والرجال، وده حدث كبير جدا لاول مرة بينظم فيه مصر، وان شاء الله نتمنى ان يكون يتكرر في المستقبل في اكتر من بطولة. الناس مستمتعة جدا بالاجواء، شوية درجة الحرارة عالية بس الاتموسفير بتاع المكان هايل، اللوكيشن قوي جدا، الخدمات متوفرة، في متعة، في منافسة لأعلى المستويات، لأن الكواليفيكيشن طول عمرها في اللعبة بتاعتنا بتكون قوية جدا جدا، لأن اللي بيخسر بيطلع، فهو بيفايت لحد آخر نفس علشان يشارك في جدول الرئيسي للبطولة. البطولة يشارك فيها 42 فريقا من 32 دولة بإجمالي 120 لاعبا، بالإضافة لمشاركة المنتخب المصري، وسط منافسة قوية ووجود لاعبين دوليين أشادوا بتنظيم البطولة وأجواء مدينة العالمين الجديدة الساحرة مع تقديم كل الخدمات لهم. ما شاء الله في فرق مشاركة زينة هنا أجنبية، ومنتخبات مصر ما شاء الله تقريبا حوالي 5-6 فرق من ناحية الأولاد والبنات، وإن شاء الله تكون البطولة أفضل ونتشرف. أول مرة نجي إحنا في العالمين، وهي فرصة أكثر من جيدة أن الاتحاد المصري قام يتوجه على لعبة كرة الطائرة الشاطئية من بعد الصالة. دي طبعا حاجة كبيرة جدا، وحاجة لأول مرة بتحصل في مصر وبتحصل في مدينة جديدة، فدي حاجة برضو يعني مديها طابع خاص للبطولة والمدينة نفسها. بصراحة يعني كل حاجة بيرفكت، المكان حلو جدا والرملة تحفة، مريحة جدا في اللعب، وحاجة بروفيشنال نفس يعني نسبة اللي هو العمق بتاع الرملة بتاع أي بطولة يعني عالمية، وكل حاجة بصراحة كويسة والأجواء حلوة جدا، كل حاجة ممتازة بصراحة. مدينة جميلة جدا، وكان ونفسه في الفترة الجاية ان هو يشوف اكتر منها ويستمتع بيها اكتر واكتر، لكن من اللي هو شافه المدينة جميلة جدا جدا. ان هو لعب البطولة دي في اماكن كتيرة جدا، وفي مصر التنظيم كان كويس جدا، وهو فرحان جدا ان هو معانا ومبسوط بكل حاجة هو شافها لحد دلوقتي. بطولة كرة الطائرة الشاطئية تقام في الفترة من 23 حتى 26 من الشهر الجاري ضمن الفعاليات الرياضية لمهرجان العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين. محمود جميل، التلفزيون المصري. تأهل المنتخب الوطني لسيدات كرة الطائرة إلى نهائي البطولة الأفريقية للمرة الأولى منذ عام 2003، وذلك بعد الفوز على نظيره الرواندي بنتيجة 3-0 في النصف نهائي البطولة الأفريقية بالكاميرون. وتنتظر سيدات مصر الفائز من مواجهة الكاميرون ضد كينيا في المنافسة النهائية للبطولة، وبهذا الفوز أيضا حسمت سيدات الفراعنة مقعدهن في مونديال عام 2025 لأول مرة منذ عام 2006. تأهل فريق البنك الأهلي لكرة اليد لنصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة اليد المقامة في السعودية، وذلك بعد الفوز على العربية الكويتية بنتيجة 28-16، ومن المقرر أن يواجه البنك الأهلي نظيره الكويت الكويتية في دور نصف النهائي للبطولة، والذي تأهل عقب الفوز على فريق الهدى السعودي 37-33 في المباراة التي جمعت بينهما بالدور ربع النهائي.
فاز فريق الزمالك لكرة اليد على نظيره الحشد العراقي بنتيجة 36-27 في ربع نهائي بالبطولة العربية المقامة بالسعودية، وبهذا الفوز تأهل فريق الزمالك لدور نصف نهائي للبطولة، حيث من المقرر أن يواجه فريق مدار سعودي والذي تأهل للدور ذاته بعد التغلب على فريق وفاق الجزائري. انتهت أخبار الرياضة، والعودة إليكم ليلى ورجائي. شكرا لك ميرنا.